ده عاجل جماهير الاهلي في مباراه تتش ترفع لافتة افريقيا او الرحيل عليكم ان تختار. وده جمهور دلوقتي في ملعب التتش بيتكلموا او بعد رافعين يافطه لافتة افريقيا او الرحيل افريقيا يعني او الرحيل عليكم ان تختاروا. ودي حاجه برضو يعني الجمهور مع احترامي الشديد هو الوقت بتاعك انت كجمهور انك تقف جنب فرقتك. يعني هو مفيش حد في العالم بيكسب على طول. الاهلي بقاله 10 سنين بيكسب 8 دوري ورا بعض. لما يقع سنه او مش يقع يعني لما ينزل سنه مش طبيعي ان الجماهير تقول له الرحيل. يعني مش طبيعي فرقه كسبه لك كل حاجه في حياتك في تاريخك بتشتغل لك على طول وبتكسب لك على طول كل حاجه. مش طبيعي ان تقع مره يبقى خلاص الرحيل. الرحيل ليه؟ ما هو ياما فرق في العالم كله. يوفنتوس ده اول دوري خده قعد قبلها 7 سنين ما بياخدش حاجه وعمال ينزل وكان السابع والثامن وما بيوصلش الشامبيونز ليج ولا حاجه. دلوقتي الميلان بقى 4 سنين بيعاني او 3 سنين ومعاناه شديده وبينزل مش بيطلع. يعني مفيش اي حتى ترمومتر. لكن الاهلي المركز الثالث ولسه الدوري فاضل له لسه 12 اسبوع او هو في اللعب 24 ماتش ناقص له حوالي 14 اسبوع لسه بدري. يعني يعني الجمهور مطالبه ان هي دايما تقف مع لعيبه. جمهور الزمالك العظيم ده اللي بقاله 10 سنين عمال يقف مع لعيبته وما بياخدوش ولا حاجه كانوا غير الكاس يمكن من سنتين ورغم كده ملايين وراه في كل حته. فانا بشوف ان الرحيل كلمه صعبه جدا على فريق هو فريق بطولات وفريق عظيم وخد بطولات كبيره جدا جدا ومش مش عادي جدا ان هو ممكن ما ياخدش الدوري السنه دي. مش حاجه صعبه او ان حاجه نقول عليها رحيل. لازم الناس كلها تقف ورا وتفهم. اهم حاجه في الناس انها تفهم ما يبقاش حد يجي يسخن والناس وراه وخلاص ولازم يمشي. لازم الناس تبقى تفهم. واهم حاجه اللي يكون سايق المركب او اللي يكون يعني بيقود ما يبقاش مشجع لانها مختلفه جدا جدا انك تبقى مشجع. والمشجع بيبقى دايما قلبه ما عندوش تبعيات للمواقف قوي وعايز حل سريع. لكن ممكن يبقى حل سريع ده يبقى مجرد يومين ثلاثه وبعدين يرجع المشكله للي فيها. زي ما قلت لكم الاهلي 10 سنين بيكسب 8 دوري من 2004 اخر السنه اللي اخذ فيها الدوري لغايه دلوقتي الاهلي هو اللي بيكسب. هي دي الحته اللي بكلمكم فيها على فكره. هتلاقوا في كذا فرصه مش بس الكوره بتاعت الجون هي المنطقه دي. ازاي حسام عاشور ما بيلعبش انا ما اعرفش. لان حسام غالي ومحمد رزق الاثنين لعيبه كويسه جدا جدا بس بصوا المساحات عامله ازاي بينهم. لكن لعيبه كوره الاثنين لعيبه بتبتدي بيهم الهجمه. الاثنين هم بلاي ميكرز نوعا ما او بيلعبوا لقدام لكن ما عندهمش ميزه ان انا اقطع الكوره. بصوا الاثنين واقفين فين. مش بتكلم عليهم وحش هو طبعا هم لكن الاثنين دول واحد فيهم اللي بيلعب والتاني لازم يكون حاجه زي حسام عاشور كده زي طارق حامد زي ابراهيم صلاح اللي لازم يكون هولدنج ميد فيلد. الاهلي ما عندوش الحته دي. يعني في كذا كوره لو جبنا هجمات هتلاقوا دايما العمق ده عنده مشكله للنادي الاهلي وراجع عمال يبدل في هنا ويبدل هنا ما اعرفش ازاي ما بيلعبش حسام عاشور. حسام عاشور لعيب مهم جدا في الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي دي. اي فرقه لازم يكون في واحد بيعرف يقطع الكوره واحد بيتبهدل شويه في نص الملعب. حسام غالي لعيب كوره جميل بيحب الكوره يحب يبقى هو او يعني هو صناعه اللعب بتيجي من عنده لكن مش هو اللي هيقفل الملعب مش هو اللي هيقف هيقطع الكوره مش هو اللي هينزل على رجله يعمل تاكلينج. قليل حسام مش دي بتاعته. ولا رزق لعيب برضه كوره بيهاجم لقدام. فجريده لازم ياخد باله من المنطقه دي وده يمكن الحاجه اللي احنا شايفينها. بصوا في كذا لقطه يعني انت لو ما عملت دلوقتي بسرعه هتلاقي كذا لقطه من العمق حصلت في مشاكل النادي الاهلي في الحته دي بالذات. زي ما قلت لكم جماهير الاهلي كاتبه يافطه الافريقيا او الرحيل. طبعا انا مش موافق على اليافطه دي خالص لان ما فيش زي ما قلت لكم نادي في العالم بيكسب كل حاجه في طول عمره وده يمكن اللي خلينا ننطبق عليه في النادي المصري. النادي المصري